عليكم. وعليكم السلام. الفنان الجميل ديالنا. الله يحفظك وينجيك الصحفي الجميل. قول لي التوقعات ديالك ديال المباراة ديال غدا إن شاء الله مع كرواتيا. أيه إن شاء الله الرحمن الرحيم مع كرواتيا. أنا إحنا دابا إحنا المغاربة كنا عندنا ثقة في المدرب ديالنا وفي اللعابة ديالنا تبارك الله وصلح النبي عليهم. لعابة محترفين في المستوى العالي ومنسجمين وكاين انسجام كاين حب بيناتهم. إلا دخلوا للتيران وتقاتلوا ولعبوا مزيان غادي يجيبوا لنا ثلاثه نقاط وغادي يدوزونا للدوزيام تور وغادي يمشيو كوريا شيفور. كوريا شيفور بحال انتما شفتوا دابا السعوديه تبارك الله وصلى على النبي تقاتلات وداكشي وجابت الرباح. نتمنوا ان شاء الله الرباح والمغاربه معاهم وانا متفائل غادي يربحوا غادي يربحوا ان شاء الله. وشو بشحال عندنا النتيجه بشحال غنربحوا ان شاء الله؟ نقدروا حنا نقدروا نربحوا بواحد جوج لواحد بكل التواضع. كل التواضع. وشكون اللي غيماركي؟ يقدر يماركي زياش شي بيت ويقدر يماركي النصيري شي بيت. هذا هو التوقعات ديالك. هذا الشيء اللي عندي. تحياتي.